وفي البداية لا بد لي من كلمة صادقة أقولها وباعتزاز، أقول والله لو لم أكن سكنانيا لوددت أن أكون، لأن هذا البلد الطيب، هذا البلد المتسامح، بلد المحبة الصادقة، بلد الأخوة، أعتز وأفتخر بشكل خاص به وبانتمائي إليه، فأنا سخناني أحب بلدي وأحب الخير لهذا البلد الطيب، وخاصة أن هذا البلد الطيب ينجب لنا أمثال هذه الأزهار، أمثال هذه الورود التي ترفع رؤوسنا عاليا عاليا في هذا البلد الطيب. جميع والاخ جميل وابو العبد حبيب الشعب ابو العبد والجميع وابو حسن وعمي محمد، باسم الجميع وابو فعور منبارك للاخ مازن غنايم ولعائلة غنايم بالرئاسة للفترة الثانية على التوالي. اخ ابو محمد نحن مستمرون. قائمة الغد هي قلب الخلايلة، قلب سخنين دعمك وسيستمر بدعم الشخص الذي أعطى لسخنين ليس فقط عندما كان رئيسا لهذه البلد، إنما من قبل ذلك عندما كان رئيسا لاتحاد أبناء سخنين كان هدفه الأول والوحيد إنه أهل سخنين يرفعوا روسين لفوق، بس لفوق يكون أهل سخنين موجود قلب الجليل، أن تكون شامخة في كل مكان بين العرب وبين اليهود وحتى خارج هذه البلاد. فنحن يا أبو محمد نقول لك هنيئا بهذا النصر، لأن هذا النصر يؤكد للجميع أن الدرب التي مشيت بها وسرت بها هي الدرب الصادقة، فأنت إذا حدثت صدقت، وإذا وعدت صدقت وأوفيت للجميع. وأيضا سأقولها للجميع يا أبو محمد، بأخلاقك وصدقك وتواضعك وعلمك اللي كثار ما بيعرفوه من المتعلمين احنا ارتقينا. المتعلم ليس من يدخل المدرسة، المتعلم هو الحكيم الذي يتحدث مع الناس ببساطة، يتعامل مع الطفل، مع الأم، مع الإمرأة، مع الأخ، مع الأخت، مع الأب، مع الجميع. قدرنا نحول هذا الشوط لورد، والحجارة الموجودة قدرنا نحولها الحمد لله لفتيات اللي منا نعمر بلدنا ونعمر مدارسنا ونعمر مؤسساتنا. فأنا بدي أتعهد قدام هذا الحفل الكريم، قدام أهلنا وإخوتنا من أبناء الأرض والإخوة الموجودين من هذا البلد الطيب، على انه هاي الشراكة احنا بنعتز وبنفتخر فيها، وهي الشراكة رح تكمل ان شاء الله مش بس في عهد مازن غنايم، المفروض تكمل بعد عهد مازن غنايم. اولادنا اليوم، نعم اولادنا اليوم بدنا اياهم الكاتب، وبدنا اياهم بدنا العالم والمحامي والطبيب، وبدنا المهني، بدنا زي ما تفضل اخونا مديان تخطينا الايام السوداء اللي كانت، واليوم بنحكي بس على ايام ورديه. بالنسبه لنجاح اخونا مديان وزملائه اللي
اللي هن بعتز وبفخر فيهن وعزيز شريكي من سنين طويلة في إدارة اتحاد أبناء سخنين، كثير من اللي شككوا في نجاح هاي القائمة، فبقول لهم هاي القائمة موجودة، جذورها عميق وفرعها بالسماء إن شاء الله، بهمة أهلنا وإخوتنا بالإسم، بهمة كل الشرفاء في هاي البلد اللي صوتوا للأخ مديان، لأنه الأخ مديان إيديه بيضة، عنده انتماء وعنده ولاء ومعروف بنظافته وفي نزاهته وفي وطنيته، فيا مديان شرف عظيم لإلنا ولإدارة البلدية أنك تكون شريك إن شاء الله في العمل البلدي، شريك في تأليف المجلس القادم، وبدي أقول لكم يعطيكم العافية على تعبكم، الحمد لله إنه تعبنا ما راح حضر، والأهم إنه الحمد لله على سلامة أهل بلدنا بعد انتهاء الحملة الانتخابية، لأنه سلامة أهل بلدنا أهم من الانتخابات وأهم من أي منصب، فالحمد لله رب العالمين إنه أهل بلدنا هالقد حضاريين وهالقد واعيين وطلعنا كلياتنا بسلام، فمبروك لكل أهل سخنين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي أو العائلي، إحنا بنضل أولاد بلد وإخوة وأهل، وزي ما قلت امبارح اللي غلط معانا بس بنقول له الله يهديك والله يسامحك، أهلا وسهلا فيكم.